ابن الملك؟ يا ابن الملك انت مين يا عم الحاج؟ انت مين ده؟ مش عارفني. طب اشتغل بقى وشوف بيحبني ولا بيلعب بيا. يا أبا انا بكلمك، انت بتقول ايه؟ إيه انا واحد جاي عايزك في موضوع مهم قوي. ما مالكم النهارده اصواتكم؟ ايه اللي واحد جاي عايزك؟ انت واكن شاب يابا. إيه عايز ايه يا عم؟ ايه اللي موضوع مهم قوي؟ في موضوع دي انت شنب مربيه جديد ليه؟ عايز يمشي يعني؟ بتدوس عليه ليه؟ بقولك إيه؟ ايه انا عندي حاجه، هخش بس الحمام ونيجي نتكلم. لا استنى، ده موضوع مهم جدا ما ينفعش تاجل. مهم قوي يعني؟ قوي. طب تعالى نتكلم في الحمام ويا محلى الكلام واحنا بنفك زنقه. لا استنى، اصل مفيش حمام حريمي. حمام؟ وانت مالك بحمام حريمي؟ قصدي يعني ان محسوبك شقي يعني ويحب يخش الحمام الحريمي. يا ولا ايه ده؟ اسود يا ولا. يا ولا انت في عرسه في زورك اللي في ايه يا حاج؟ لا هتلاقيك بس بيتهيألك يعني. بيتهيألي؟ اصل انا برضه ليا في النسوان، لسه ضارب سيجارتين وبقى كلمني عن النسوان، بحب انا الجو ده. انت ليك في النسوان؟ طبعا. صياعه وقله ادب ولا حب وارتباط؟ لا حب وارتباط. ما تفكرنيش، والنبي انا مرتبط بواحده شكلها يعني يقطع الخميره من البيت. مالها؟ مالها ايه؟ ريحه بقها في سيخ بالظبط. ايه؟ زي ريحه بقك كده والله. تقول يعني فوله واتقسمت في سيختين. اه يا الرواطي. ايه ده؟ ايه الصوت ده يا حاج؟ هتلاقيك بيتهيألك بالسيجارتين يا عم. ايوه هما السيجارتين. السيجارتين كمل. البت فيها ايه؟ اقول لك ايه ولا اقول لك حاجه؟ عارف الشنب اللي عندك؟ ماله؟ عندها اتقل منه، اللي هو شنب الاعدادي المعفن ده، عارفاه؟ بت بقى لابسه ونازله روشه وشنب اخضر كده بتتمشى بيه، عارفاه ده؟ عارفاه يا اخويا. ايه قصدي عارفه؟ عارفه. ايوه هو ده عم جوحه، واخد بالك؟ والله من الدنيا بقول ايه الموضوع المهم بقى اللي انت عايزني فيه؟ الموضوع المهم ان انا رمانه يا واطي. ما انا عارف وعمال اهزر، باين قوي انك رمانه. انا ريحه بقي فسيخ يا بنت. ماله الفسيخ ده؟ المصريين كلها بتحبه. انا عندي شنب اعدادي يا واطي. لا انت عندك شنب ثانوي، بس عارفه بتحبي تصغري في السن فقلت اعدادي يعني. يا بنت بتدلع عليك. وعامله كده ليه بقى ان شاء الله؟ يا اخويا سمعت ان ابوك شهريار هيقتل شهرزاد وبعدين هيقتل بقيه النسوان، خفت على نفسي. يا بنت لذيذه انت ذكيه. طب حد شافك؟ لا. طب حط شنب عشان اشافك فعلا ابويا هيقتل كل النسوان. ما تخافيش وانا احميكي، ده انا افديكي بعمري يا بنت، ده انا بحبك يا قلبي. والله بعشقك. اول ما هيجي ابويا هقول له بقى على طول ان احنا ايه ده؟ صبيت ابني مع راجل تاني؟ لا يا راجل. لا يعني عبيط وقلنا ماشي اهبل ومعدي، لكن صبيت يطلع كابوريا؟ لا 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 كابوريا لا يا قولي له قولي له ان انت رمانه. قولي له انا رمان. راجل واسمه رمان. لا 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 بس يا مسرور امري مولاي. طير لي رقبه الشاب ده. ايه ده؟ قتل ابنك صبيت؟ ابني ايه يا غبي؟ الشاب التاني ده. دي البت مش مشايه وعامله مش مشايه. ايه رمانه يا فاكهه؟ بت مش مشايه وعامله رمانه. انتي رمانه فعلا؟ انا رمانه. شوف. طب وليه عامله في نفسك كده؟ ما انا بصراحه سمعت ان حضرتك يعني ناوي. حضرتك انت جايه بروفا؟ سمعت ان حضرتك ويا ريت بتيجي في مواعيدها. مولاي هستاذن انا عشان قاعد في السايبر شويه. سلام عليكم. سلام عفرط. انا سمعت ان اسمك يعني ناوي تقتل شهرزاد وبعدين هتقتل بقيه البنات، فقلت لازم اعيش راجل بقى. لا انا خدت قرار خلاص. ايه ايه خدت قرار إن مش هقتل شهرزاد. أيوه أنت ليه خدت قرار هناك؟ ومش هقتل أي واحدة تانية. ده كلام ده. أكيد يا حاج. الموضوع ده انتهى خلاص. إيه هو الموضوع؟ إن أنا مش هقتل شهرزاد ولا أي واحدة في المملكة. بجد؟ أيوه بجد، بس على شرط. إيه الشرط؟ تساعدوني في إن مسرور ما يطيرش رقبة شهرزاد. ولو ساعدناك؟ خلاص هسيبكوا تتجوزوا. ماشي هنساعد. يعني خلاص مش هتقتل بنات تاني؟ ما خلاص الكلام اللي انا بقوله ما بعيدهوش تاني. طب خلاص هروح اقلع. يلا يلا وانت تعالى معايا نفكر في فكره، او انا افكر وانت تقول لي ماشي يا بابا. ماشي ماشي. المهم نخرج ندي فرصه لاثنين زمايلنا يخشوا.